الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم في برنامجكم اليومي كل يوم على قناة أون إي -E على الهواء مباشرة النهاردة خلصنا خامس يوم رمضان وهنبتدي أو بدأنا ليلة سادس يوم من رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة برنامج كل يوم اللي بيقدمه الأستاذ عمرو أديب والنهاردة لأن الفقرة قصيرة فهو ترك اللقاء بيني وبين حضراتكم مباشرة عشان أتلقى الأسئلة ويا رب يعني أستطيع أن أنا أقدم معلومات تمكن السائل أنه يفتل نفسه لأن أنا منهجي أن وظيفتي أنقل معلوماتي للآخرين أو للسائل علشان أخلي السائل هو اللي يتمكن يفتل نفسه وياخد القرار لنفسه لان انا مانيش مدير ولا وزير اخو قرار لسيادتك اقول لك افعل كذا او لا تفعل كذا لا لا انا وظيفتي صاحب معلومات وانت بتسالني عن معلوماتي فانا هنقل المعلومات دي لحضرتك وحضرتك او سيادتك يعني لان انا بحب اخاطب الرجال والنساء على السواء فبقول ان انا بقدم معلوماتي علشان المتلقي يقرر يقول والله اه انا اتنورت بالمعلومه دي والمعلومه دي اتخذ القرار ده، اتخاذ القرار ده اسمه افتاء للنفس. علشان كده في كتير من الصحافه حتى الان او ناس كتير فاهمه غلط ان الناس تبقى عاله على اللي هيجاوب السؤال، بمعنى ان حضرتك بيسال السؤال وانا وظيفتي اقول لك افعل ولا تفعل. آه الناس استمرات العمل ده وعشان كده ما احناش شايفين تقدم في الخطاب الديني ومش هيحصل. ولا تقدم حتى في حياتنا ومش هيحصل طول ما الخطاب الديني بيقدم من منظور الوصايه او من منظور الولايه ويجب على الاعلام وانا بناشد طبعا الاستاذ مكرم محمد احمد استاذنا الكبير وخاصه انه تولى اكبر هيئه اعلاميه في مصر بحكم الدستور الان او تفعيلا للدستور هو المسؤول عن مع مجلسه الموقر عن الاعلام فانا بتمنى ان الاعلام في الخطاب الديني ياخد مجراه الصحيح ازاي يعني ممكن اقول ان في فكرة ان يكون في صدق وامانة المتحدث يبين من هو هويته ايه يقول انا معايا دكتوراه في تخصص في مقارنه انا معايا دكتوراه في تخصص تفسير انا معايا دكتوراه في تخصص حديث او انا معايا لسانس بس او انا معايا ماجستير بس لازم يقول هو مين لكن ما نقولش عالم من علماء الاوقاف عالم من علماء الازهر الله طيب ما تاني ما هيقول عالم من علماء الصحة والرابع يقول عالم من علماء الطب او لا احنا كده ما ينفعش ان احنا ندي صفة العالم دي لفظ العالم ده ما عادش يصلح في العصر الحاضر اللي صار فيه تخصصات والازهر النهارده لا يمنح وظيفة إن فلان عالم أو فلان لا يمنح إن فلان معاه ليسانس كذا أو معاه ماجستير في تخصص كذا أو معاه دكتوراه في تخصص كذا. ده أول شيء بتمنى أستاذ مكرم محمد أحمد إنه يعممه في الصحافة ويعممه في الفضائيات كل واحد يطلع كده ويقول انا استاذ فقه مقارن يقول انا استاذ اصول فقه يقول انا استاذ علم الحديث. يقول انا لسانس امام ما يقولش عالم من علماء الأوقاف يقول لا انا امام مسجد كذا وحاصل على لسانس اصول الدين تخصص عقيده مثلا او حاصل على لسانس اللغه العربيه يقول كده لكن ما ينفعش يعمم ويقول العالم الفلاني لو استمرينا على صفه العالم الفلاني يعني إذا لأ بينا وبين التقدم كتير، الشرط التاني إن اللي يطلع يتكلم يكلم بلغة علمية، ما يتكلمش بلغة وصائية يعني أنا هتلقى الأسئلة والنهارده إحنا على الهواء مباشرة ومنتظرين أسئلة حضراتكم علشان نقول إيه لما تسألني سؤال هنقول هنقول المعلومات المتاحة اللي أنا واللي انا عرفته في الازهر الازهر علمني ايه على فكره معلوماتي كلها جايه من الازهر لان انا الطالب في الازهر وما خدتش اي شهاده الا من الازهر واستاذ في الازهر وما عمل تاني الا في الازهر فده حياتي وكلها حياتي علميه كلها بمعنى بحث ماجستير بحث دكتوراه بحث استاذيه بحث الان في المؤتمرات بحث في البحوث الحره والتاليف الحر حياتي كلها في البحث وكتابة المذكرات والكتب للطلبة عشان يقدروا يستوعبوا المعنى ومعنى آخر شأني شأن, شأن سائر أي أستاذ في جامعة الأزهر الأزهر بيدرس الرأي ورأي الآخر بيدرس التفسير والتفسير الآخر بيدرس الشرح والشرح الاخر بيدرس المعلومات المتاحه والطالب على ضوء ما يتعلم بياخد قراره يبقى الشرط الثاني ان المتحدث في الخطاب الديني يكون حديثه علمي وليس وصائي ده شرطين لو أستاذ مكرم محمد احمد عملهم انا ببشره ان هو اللي هيصحح الخطاب الديني في خلال سنه ولا سنتين بس شوفوا بقى ايه اللي هيحصل والشعب المصري كله بقى هيتعلم الراي وراي الاخر وخلاص ما عادش بقى في حاجه اسمها ايه فلان افتى بكذا فلان افتى كذا لا فتوى دي تعتبر راي الفتوى انت اللي قررها زي ما سيدنا قال استفتي نفسك استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك احنا هنستقبل طبعا تليفوناتكم وفي انتظار التليفونات وخاصه في شهر رمضان بتكثر الاسئله في الزكاه وتكثر الاسئله في زكاه الفطر بالمال والمال الاثنين سوا فضلا عن بعض المفترات ده يتفطر ولا تفطرش واحنا هنحسم عن طريق بيان الاراء او بيان العلم المتاح وسيادتك من خلال ما هتسمع هتقول اه انا هاخد الفتوى الفلانيه او آه هاخد الفتوى الفلانيه ما تقوليش بقى قل يا مولانا قلبك مرتاح لايه الله قلبي مرتاح يا اخي لامر فيه تيسير وانت بتحب الامر اللي فيه احتياط شوي. ما تحترم قلبك زي ما انا احترمت قلبي افترض ان انا عكس بحب آخد الأمر فيه تشديد، وأنت بتحب تاخد الأمر فيه تيسير، ما تحترم قلبك يا أخي، وتاخد اللي فيه تيسير، طالما متاح ده ومتاح ده، ليه أنت مصر تاخد بمزاجي أنا؟ ليه تبقى نسخة مني أنا؟ أنا عايزك تنافسني، عايزك تبقى أحسن مني، وما ينفعش تبقى نسخة مني، ويجب المتحدثين في الخطاب الديني يعملوا حسابهم كده إن يتمنوا إن المتلقين يتفوقوا عليهم، ويسبقوهم، ما هي كلنا في تنافس، فاستبقوا الخيرات. احنا قبل ما ناخد الفاصل طبعا لازم نقدم العزاء الواجب لأسر شهداء ثلاثة الضباط الغاليين على قلوبنا قوي والجندي يبقوا أربعة من قواتنا المسلحة وهم كانوا في الواحة البحرية في حركة تنشيط للبحث عن البؤر الإرهابية وزي ما انتم شايفين مصر الحرب بتاعتها اللي عايشاها النهاردة ما هياش حرب ميدانية ده حرب في الميادين وفي البيوت ايه ده ايه الحرب اللي احنا شفناها دي يعني يمكن اجيالنا السابقة ما شافوهاش احنا اللي شفناها جايز ربنا عايز يكتب لنا اجر اكبر من اجر السابقين في ان احنا ننقذ بلدنا من حرب متعددة الأماكن ومتعددة الفروع ومتشعبة عاملة زي الحرباية كده اللي لها 44 رجل ولا لها إيه ده في كل مكان ويحاولوا يشتتوا حياة الأمن في مصر عايز أبشر المصريين لما أن هم كلهم بيبقوا إيد واحدة علشان يعيشوا في أمان ويورثوا الأمان لولادهم جنودهم بقى دول اللي هم القوات المسلحة والشرطة في داخل الميادين وداخل حياتنا المدنيه في مصر لما بيقوموا بدور حمايه الامن شوفوا بقى لا تقول مسلم ولا مسيحي ليه؟ اسمع لربنا ربنا بيقول ايه؟ ان الله اشترى من المؤمنين ما قالش من المسلمين بالدين الخاتم قال من المؤمنين، المؤمنين بمين؟ بالله المؤمن بالله هو مؤمن هو بيقول انا مؤمن بالله اذا لازم نحترم ايمانه بالله عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن شوفوا وعدا عليه حقا فين؟ في التوراة والإنجيل والقرآن طب إيه دخل إحنا ربنا بيخاطبنا إحنا في ديننا الخاتم يوم يقول لنا إن أنا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بيعتم به وذلك فوز عظيم إذا ده دليل على إن يا من تدينت وترى إن أنت تؤمن بالله عز وجل ومرتاح وضميرك مرتاح في ايمانك وثقتك في نفسك واخلاصك وانك هتنافس سائر اهل الارض في انك تكون انظف انسان قلبيا بما تدينت به من اي كتاب من الكتب السماويه حسابك بنيتك عند الله عز وجل انا ما اقدرش ادخل واقول لا انت نيتك وحشه لان انا لو عملت كده انت يعني هتتهمني بنفس الاتهام طيب ليه نعيش يتهم بعضنا بعضا في امر ربنا نفض ايدينا منه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم ما كنتم تعملون انا مش عايز اطول بس لازم اقدم العزاء لقواتنا المسلحه واقدم كمان العزاء لاسر الشهداء الابطال اللي ضحوا بنفسهم عشان احنا نعيش في امان وببشرهم ان صار ليهم من يشفع ليهم لان الشهيد يشفع لسبعين من اهل بيته صار ليهم اللي هياخد بايدهم ويجبر خطرهم عند ربنا الشهيد يشفع في سبعين من اهل بيته فضلا عن ان الشهيد ربنا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيله اموات يعني ربنا حذرنا ان احنا نقول عليهم انهم اموات وكمان حذرنا ان احنا نتحاسب انهم اموات ده شهيد خرج عشان مين خرج عشان احنا يعني هو ضحى بنفسه علشان سائر المصريين يعيشوا في امان شفتوا ما يستاهلش المنزله الكبيره دي لا يستاهل المنزله الكبيره دي كل التحيه لابطالنا الشهداء لابطالنا في قواتنا المسلحه وجيشنا وشرطتنا وكمان كل التحيه لاهل الشهداء اهل الشهداء تحيه ليهم لان هم السند للشهيد هم اللي كانوا وراه يقولوا روح في موقعك روح في ادي واجبك كان مفيش حد اسرة هزت واحد من ابنائنا في قواتنا المسلحة ولا في شرطتنا في عمله بل بالعكس كل الاسر المصرية اللي بتحتضن ولادنا في جيشنا وشرطتنا هي الداعمة الحقيقية لجيشنا والداعمة لجنودنا وابطالنا الشهداء عند ربنا طبعا احياء احنا يعني نعيش في الامان ولازم نسير في نفس النهج وطريق ما عادش ينفع التراجع فيه انسى عارفين لو فكرنا في اي تراجع ونقول لا اصل ده يبقى اهتزاز في الشخصيه وضياع لكل شيء لازم نكمل مشوارنا مشوارنا اللي هنكمله ان الدين لله وان نعيش مع بعض كل واحد فينا سيد في علاقته مع ربنا عز وجل والقانون هو الذي يسود بنا القانون اللي بيتم وضعه باتفاقنا اه نحترمه القانون اللي احنا بنضعه بايدينا ايوه نحترمه ويكون هو دستورنا بينا وبين بعضنا وفي علاقتنا مع الله عز وجل كل واحد فينا يسابق التاني في تقواه مع الله عز وجل ده الطريق اللي ربنا امرنا به وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله احنا هناخد تليفونات حضراتكم واسالكم ان شاء الله بس نكمل بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد مع برنامجكم كل يوم على الهوا مباشره واحنا في انتظار طبعا تليفونات حضراتكم واسئلتكم وزي ما اتفقنا انا مانيش وصي مانيش ولي امر لا انا ناقل معلومات علشان سيادتك تتمكن تعرف الاجابه اللي عندي او الاجابات المتاحه عندي وسيادتك تاخد قرارك. عندنا ناصر من دبي اهلا وسهلا. تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه وبركاته اهلا بسيادتك كل سنه حضرتك طيب يا دكتور لغتك مصريه اهلا بيك اهلا بيك يا دكتور اخبارك ايه بارك الله فيك الحمد لله بخير يا دكتور والله انا عندي سؤال بالنسبه لواحد بيتبرع كتير وبيزكي كتير ااا بس هو يعني ما اساس تبرعاته دي من الغش التجاري ومن النصب والسرقه ده ده شيء يعني محترم او, أو ده يقبل منه هو انت انت صاحب الشان ولا غيرك لا والله انا الفكره ان انا يعني في شركه كبيره يعني نصب ناس كتير واعلانات مغرقه التلفزيون والدعايه طيب اذا هنتكلم عن الاخر والحديث عن الاخر ده حاضر يعني انا يعني بس انا بتكلم مع حضرتك بمستندات وباوراق والشركه دي شركه معروفه يعني السؤال ده, ده شركه معمر المرشدي استاذ ناصر استاذ ناصر سؤالك ده معناه ان في اتهام للاخر طيب أنا بقى اتهام بقى... للنائب العام على الهوى يبقى ده مش سؤال ليا للنائب العام بس انا طيب انا بسال حضرتك هو ي... 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 يجاز الذكاء من ال... الفلوس ال... انا مستعد اجاوب حاضر هجاوب حاضر معلوماتي بس بشرط ان يكون السؤال ده عن نفسك انت يعني انت بتقول انا جبت حاجه حرام وبتبرعت بيها لكن ما تقولش غيري جاب حاجه حرام وبيتبرع بيها حكمه ايه؟ لما تقولي لي غيري جاب حاجه حرام يبقى ده اتهام وانا مش هقبل اتهام بدون دليل. لكن لو سيادتك بتقول انا اللي بغش، انا اللي بجيب مال حرام وبعدين بتبرع وبعمل اعمال خير، ربنا هيقبلها مني ولا لا؟ ده اللي هجاوبك عليه اه حاضر ان شاء الله. اهلا وسهلا ليلى من اسكندريه. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا مرحبا. إذ... ازي حضرتك يا إيه دكتور كل سنه حضرتك طيب انت بصحه وسلامه يا فندم انا عندي بس سؤالين صغيرين اتفضلي يا فندم آه اول سؤال في ناس آه في الخارج مكلفاني ان انا افطر كل يوم صايم افطر صايم ايوه فندم فانا لقيت ان الموضوع ده آه مش مش هقدر اعمله ان انا كل يوم اطلع وجبه لحد فاخترت 30 اسره آه يعني آه محتاجين ويحتاجوا ان هم يفطروا يعني فقلت كل عشر ايام اطلع عشر وجبات مش وجبات يعني وجبات للاسره بحالها مش لفرد فده ينفع إنت اول سؤال تاني حضر. سؤال في ناس افتت لنا ان احنا بعد الصلاه بعد الاذان ما نصليش على طول غير بعد الاقامه ما تقوم أوه. واحنا كنا اول الفريضه ولا ولا النافله الاذان كنا بنصلي على طول ما بنتظرش الاقامه الفريضه ولا النافله لا الفريضه حاضر بس يطمنك يعني ان المؤذن ما يجرؤش يقول الله اكبر في الاذان الا اذا دخل الوقت بس هقول لك الراي الفقهي الاخر اللي بيقول ننتظر لبعد الاذان وبعد الصلاه تحت عمر الاستاذ ابراهيم دبي اهلا اهل دبي ما شاء الله اهلا بيكم السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمه مرحبا مرحبا يا فندم لو تكرمت حضرتك انا عندي سؤالين بسرعه عشان وقت حضرتك السؤال الاولاني رخصه السفر احنا بحكم شغلنا بنسافر كتير بس في عده اشكال للسفر انا ممكن اسافر قبل صلاه الفجر وممكن اسافر بعد صلاه الفجر ممكن اوصل قبل المغرب وممكن اوصل بعد صحيح. المغرب صحيح. في اي الحالات دي حضرتك رخصة ال سيدنا كنت رخصة رخصة على فعلا. رخصة الفطر ولا ولا القصف؟ آه رخصة الفطر يا فندم رخصة الفطر حاضر يعني آه السؤال التاني بسرعة معلش هو يمكن ملوش علاقة برمضان لكن إذا سمحت لي حضرتك أسأله آه إذا حضرتك كان في أب قدر يعمل لإبنه شيء في آه حياته والابن التاني أو التالت ما قدرش يعمل له نفس اللي عمله للابن الأول تفاوت طيب. العطايا إزاي يقدر يتصرف في هذا الوضع؟ حاضر شكرا لحضرتك تحت عمرك الاستاذ مصطفى الكويت اهلا وسهلا اتفضل استاذ مصطفى الخط الاستاذ خالد من الجيزه الو السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا والله الله يحييك بقول لحضرتك بس بسال في سؤال زكاه المال اتفضل يا فندم حضرتك انا في مصر حاليا ما ماليش عمل في مصر يعني كنت بعمل في الخليج ورجعت ما ماليش عمل في مصر وعندي مصدر دخل حاطط بنوك في با... مبلغ في بنك بيطلع لي على آ... سبيل شهادات يعني بيطلع لي مبلغ عائد بصرف منه ايوه فهمت فهل دلوقتي عليه زكاة مال ولا ما زكاة مال؟ يعني والحاجة الثانية هل أنا ممكن يعني مثلا ما مثلا عشان أطلع زكاة مال؟ يعني إيه حجم مصاريفي؟ يعني إيه يعني ما أعرفش طبعا يعني بيطلع لي مبلغ وليكن مبلغ معين، هل أصرف مثلا جزء معين عشان أبقي جزء زكاة المال ولا أستقطع جزء زكاة المال والباقي أصرفه؟ وهل معنى كده مثلا أنا نفسي مثلا, مثلا عشان أطلع زكاة المال؟ الجزء الأخير من كلامك مش فاهمه، إيه عايز تتاخر إيه عشان توفر؟ يعني ملي. مثلا وليكن بيطلع لي مثلا 10,000 مثلا مبلغ أيوه. من زكاة المال. لا يطلع لك 10000 ريع بنك مثلا ريع شهاداتك اه مثلا فهل يجوز ان انا مثلا ما اصرفش مثلا الا 8000 مثلا وبك مثلا 2000 للزكاه يعني احكي احك مصروفاتي مثلا هنذكر لك اربع اقوال فقهيه نقي منهم اللي انت عايزه طيب الحاجه الثانيه عندي برضو حاطط مبلغ لبنت الله يجزاك خير اتفضل آه برضو على اساس ان هي بنت صغيره لسه هتطلع شهاده بحيث ان انا بعد عمر مثلا ممكن ما اقدرش اكون موجود ولا كده تكون هي ديت على سبيل اللي اللي يجهزها يعني كاب بيسيب لبنته مبلغ للجهاز برضه بيطلع لها منه مبلغ حاضر كل ثلاث شهور هل برضه طلع عليه زكاه وعلى الاصل ولا على الريع على اشكر لك فيها اقوال فقهيه كتيرة دي تحت امرك شكرا جزيلا بارك الله الاستاذ محمد من اسكندريه مساء يا باشا اتفضل اهلا بيك واهلا اسكندريه كل سنه وانت طيب كريم عليك وعلى الاسره وعلى مصر كلها ان شاء الله يا رب اللهم امين مولانا بعد اذنك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتاع السوسو بمصر خيرا اللي بيشكك فيه السفله اللي مش عايزين نجيب سيرتهم ده ما فيش مشكله فيه ولكن في حديث ثاني منسوب للرسول عليه الصلاه والسلام بيقول من اراد مصرا بسوء هلكه الله فمدى مصداقيه هذا الراي يعني والله انا لا اعرف اصل هذا الحديث لكن عايز اقول لك حاجه ان معناه يسري على اهل مصر وعلى اهل اي انسان على مستوى الارض امن قول لي بالله عليك واحد امن في حياته وعايش في حياته واخر جاي يعتدي عليه ويموته ده ربنا ما يهلكوش بالمنطق والعقل كده فين القصاص لان تقمنا من الظالم لو بعد حين نعم الاستاذ سيد من سوهاج اهلا وسهلا باهل سوهاج السلام عليكم, عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام اهلا بيكم كل اهل الصعيد كل عام وانتم بخير يا بالصحة والسلامة. معلش انت تكلمت تع... عن يعني وزارة الأوقاف والدولة بتتكلم عن تجديد الخطاب. ما ينفعش انا واخد دبلوم صنايع وخذت بعديه سنة في في في, في القراءات. أو دبلوم تجارة وزارة وناخذ سنة القراءات ونتعين خطيب جمعة. آه. كيف يعني يمكن أن نجدد الخطاب؟ لمية أو واحد واخذ رواتب سنوية ويقول له انت خطيب كيف يجدد وكيف يعرف اما يعني احنا اذا كان خريج خريج شريعه وقانون واللي خريج اصول دين ودراسات اسلاميه بيحتار ازاي حتى يحضر التحضير الخطبه لك حق والله فده لهم سيادتنا ما بدا سيدنا سيدنا مرسي وجمع الناس دي وراح جمعوا عمل المساجد عملوا مفتشين والمفتشين صيدت اللي هو تبعهم وانا مش عايز اتكلم اكتر من كده المفروض يعاد النظر في الملفات بتاعه خطباء المساجد في الجمعه شكرا لسيادتك بس انا برضه هضيف لسيادتك ان شاء الله برضه معلومه عن صلاه الجمعه عشان نعرف ان احنا ممكن نعيش بصلاه الجمعه من غير اوصياء دينيين تماما الاستاذه داليا الجيزه السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا كل عام بخير الله يبارك فيك ويحفظك انا ليه سؤالين فانا هقولهم لحضرتك بسرعه اتفضلي يا فندم هل يا فندم الدعاء بيغير القدر وهو العمر يعني انا سمعت ان الدعاء والقدر بيتسارع في السماء والدعاء يغلب القدر حاضر وسؤال ثاني بعد اذنك لا يرد القدر الدعاء اتفضل والدي كان وصى بوصية غير مكتوبة وأخويا بالتوكيل اللي كان معاه غير الوصية يعني أخذ الحاجات اللي والدي كان 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 عاملها وصية بالكلمة. في عقار ولا وصية في منقول؟ لا وصية سيارة وبيت طيب سيارة وبيت طمني بقى خلاص حاضر ما هو ما أخ... هو هو اخدهم يعني معلش وانا وانا لسه واصلة الرحم وبكلمه لوجه الله بس انا عايز اعرف الحرمانية يا يا ست الكل ما فيش وصية لسيارة ولا وصية لمنزل من غير ورق رسمي اي بني ادم يبيع ولا يتصرف في اي حاجة من السيارات ولا في العقارات من غير ورق رسمي يبقى كلام شفوي ما تمش كده ممكن نقول لم يتم بعد عشان يتم يبقى كان يجب قبل ما يموت تكون الوصيه موثقه علشان يبقى في اجراء رسمي لان الدوله انت تولدتي وعارفه الحكم ده مش كده عارفه يعني ان ممنوع التصرف في العقارات ولا التصرف في السيارات الا باوراق رسميه صح ولا لا صحيح يا مستر بعد ما هو متوفى علشان يعملوا له وصيته كتبوها باسمي بس حصل خلاف بيني وبين اخويا فاستغل التوكيل وأخدهم يعني هو كتب في التوكيل بالوصيه اللي بالسياره الفريق لا هم عشان اكراما ليه يعني بالسيره كده لان هو قال لداليا فهم كتبوهم باسمي حصل خلاف مع اخويا فبالتوكيل اللي انا كنت عاملاه نقلهم لنفسه تاني طيب يبقى ده امر يا ري... طب تفضل حاضر ان شاء الله فتح. محمد من مطروح اهلا وسهلا مرحبا أه سعادتك انا مريض عندي فيروس سي واخد علاج و سكر والكلام ده صمت ثلاث ايام اتعب وبعد كده ايه افترض. انا عايز ال الكفاره كان الكفاره عن عن عدم صيام يعني كل يوم هو قول لي سيادتك سنك كبير سني 67 سنه ما شاء الله ربنا يطول عمرك حاضر بس طب. عايز اطمنك عشان السن يعني إن مذهب مالك بيقول إن المريض وكبير في سنه ما عندوش أمل إنه يرجع تاني شباب عشان يعرف يقضي لا صوم عليه ولا فدية عليه بح. مذهب مالك. الأئمة الآخرون جمهور الفقهاء الحن... يعني باقي الفقهاء بنسميه الجمهور. باقي الفقهاء قالوا عليك فدية اللي هو إطعام مسكين. إطعام مسكين قد إيه؟ على قد ما أنت مستواك المعيشي، مستواك المعيشي متوسط يبقى تطلع مقدار وجبه متوسطه مستواك المعيشي يعني مرتفع على قد مستواك المعيشي ده مقداره انت اللي تقدره شنو انا اللي اقدره ولو انا قدرته لك هبقى معلم عليك او وصي عليك او ولي امر عليك انت اكيد عارف دخلك ايه وبتاكل مستوى ايه فانت هتطلع المقدار ده عن كل يوم على مذهب جمهور فقهاء بس على مذهب مالك ولا شيء عليك نعم الأستاذة وفاء القاهرة السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا ازيك يا دكتور بارك الله فيك لو سمحت يا دكتور عندي سؤال بس بالله عليك عايزه اجابته النهارده لان هيترتب عليه حاجات كتير يعني اتفضل بص حضرتك يا دكتور انا اعرف واحده يتيمه قريبتي وكده بنت يتيمه صغيره مكتوب كتابها وعليها طبعا في الجهاز حاجات كتير وده عشان يتيمه ما احنا احنا قرايبها كده كل واحد بيجيب لها حاجه فاتفقنا مع انا وقرايبي ان ندم الزكاه بتاعتنا كلها كل في شهر اواخر رمضان ان شاء الله ونجيب لها حاجه من الحاجات اللي عليها دي فده هل ده يجوز وبدعو مثلا أف... يعني ناس الخير وكده لو ناس تعرف تقدر تعمل خير للبنت اليتيمه اللي مكتوب كتابها ديت وما حد يجهزها يا ريت يساعدوها برضه لان ستر البنات دي حاجه كبيره جدا وعايز اعرف ان انا الم الزكاه من كل قرايبنا واجيب لها حاجه من حاجاتها دي تشكري. يجوز ولا لا؟ تشكري حاضر هناخد ان شاء الله فاصل ونرجع باذن الله نجاوب كل الاسئله اللي جت ونتكلم ان شاء الله بعد الفاصل ويا رب نعرف كمان نرد على اليوم السابع اللي كتبت عني ان انا افتيت بيجوز الزواج من بنت الزوجه غير الربيبه في البيت انا اللي افتيت اليوم السابع فين الامانه العلميه عندها فين في المهنه فين المهنيه يقول فلان افتى بكذا طيب البرنامج اللي تم في اون اي قلنا علي ابن ابي طالب قال وهقول لكم القصه ايه وليه الفتنه دي بتحصل وليه اليوم السابع مش عايزه تقرص ودن الصحفي اللي بيعمل ويصير فتنه هنقول بعد الفاصل بحضراتكم من جديد مع برنامجكم كل يوم على الهواء مباشره واحنا استقبلنا تليفون حضراتكم قبل الفاصل ووعدنا حضراتكم بان احنا مش هنجاوب بالافتاء لا هنجاوب بالبيان ايه الفرق بين الافتاء وبين البيان الافتاء ان انا بشخص لك نفسك واقول لك خد الراي ده افعل لا تفعل وبقيت انا الوصي عليك اولي أو امرك وانت قاصر الله فين غيرتك على نفسك انت كان يجب تقول لي لي معلوماتك لو سمحت في اللي انت تعرفه في السؤال ده هو وانا اقرر اعمل ايه عشان كده ربنا قال لسيدنا النبي ايه وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون الناس تفكر لازم الناس تفكر ما هو انت لما هتفكر وتعرف معلوماتي خلاص بقيت راسك براسي خلاص بقى عايز مني اكتر من كده معلوماتي ونقلتها اليك انا ليه انا المعلومة اللي اقول لك هو ده مقاسك ليه ليه اقول ده مقاسك ما هو انت ادرى بمقاسك لان انت الادرى انت غني ولا فقير انت عصبي ولا حليم انت من اسرة يعني شعبية ولا من اسرة يعني مستواها مرتفع انت ساكن في منطقة شكل كل ده اوضاع بتغير من الاختيار في الفتوى عشان كده لازم الانسان هو اللي يقرر ويختار وبعدين حالك ما بيبقاش على حال وحالي ما بيبقاش على حال افترض ان انا افتتلك بحال وانت اتغير حالك من حال لحال هتحتاج لي تاني عشان افتي مش لازم تفتن نفسك فين استفتي نفسك استفتي قلبك وانا افتاك الناس وافتوك يؤسفني بعض المنتسبين للازهر للاسف بعضهم طلع فضحته ويقول منهج استفتي قلبك ده منهج يعني فيه اعتداء على الامن القومي ياه يعني انتوا مش عايزين الشعب يتنور ولا ايه يعني انتوا مش عايزين الانسان يشعر بالسياده ولا ايه؟ انتوا عايزين الشعب يبقى عبيد علشان الوصي والامير الديني يحركوا كيف شاء شفتوا الخطاب الديني الداعشي ده؟ شفتوا الخطاب الديني اللي عايز يستولى على عقول المصريين ويقول لهم احنا برمجناكوا خلاص الحلال هنا والحرام هنا واسمعونا بقى لا قولوا اصحاب الخطاب الديني انتوا اصحاب معلومات مش اصحاب دين انتوا اصحاب دين لانفسكم مش لنا انتوا اصحاب معلومات لينا لكن اصحاب دين لانفسكم دينك لنفسك وديني لنفسي لكن معلوماتك مش لنفسك من علم علما فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه مش اتعلمت علم خيركم من تعلم العلم وعلمه اذا معلوماتك اللي عرفتها مش لنفسك معلوماتك اللي عرفتها امانه تبلغها ولو خبيت معلومه منها تبقى انت خاين الامانه. لازم نتهمك بانك خاين الامانه علشان خبيت عني معلومه انت عارفها. عارف لو انت جاهلها يبقى لك عذرك. لكن تكون عارف معلومتين وتقولي معلومه وتخبي المعلومه الثانيه لا دي خيانه بقى خيانه علميه. ما تستهلش انك تتكلم في الخطاب الديني عشان كده طالبت الاستاذ مكرم محمد احمد ان يبقى في شرطين لمن يتولى الخطاب الدين في فضائيات وفي الاعلام وفي الصحافه وفي كل الأيام الشرط الاولاني يذكر تعريفه الحقيقي هو خريج ايه زي ما احد المتصلين من سهاج وقال دبلوم صنايع ومعاه معهد كذا يقول كده معايا دبلوم ما يتشرف بحقيقته مخبي ليه ولا واحد تاني يكون لسانس اصول الدين قسم عقيده مكسوف ليه عشان كبر في سنه وما خدش ماجستير ودكتوراه يستحق على نفسه لكن لازم يقول الامانه ويقول انا لسانس بس يا دوب خدت لسانس يعني الكليه من اربع سنين والتاني اخد ماجستير يقول انا حاصل على الماجستير في تخصص كذا مفيش ماجستير مطلق ودكتوراه يقول خدت الدكتوراه في تخصص تفسير تخصص حديث تخصص فقه تخصص صور فقه يقول تخصص ايه الشهاده الحقيقيه يقولها لكن ما يقولش انا عالم من علماء الازهر انا عالم من علماء الاوقاف الله اشمعنا في الطب ما سمعناش الكلام ده كل طبيب بيقول انا استاذ بطنه انا استاذ علم الرمض انا استاذ جراحه كل واحد بيعرف نفسه بيقول حقيقته وفي الزراعه كل واحد بيعرف حقيقته وفي كل تخصص كل واحد بيعرف اشمعنا الخطاب الديني المعتم ده صندوق مغلق ليه لازم الصندوق المغلق يفتح ولو اتفتح خلاص انتهت العصبيه وانتهى الحشد باسم الدين والتجاره باسم الدين يجب الدين يكون علاقه بين العبد وبين ربه ما يبقاش تجاره وناكل منه عيش لا ناكل منه اخلاص بيننا وبين ربنا لكن تاكل عيش مني بارادتي وارادتك يعني ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم عشان تاكل مني عيش يبقى برضايه مش تدلس عليا وتقولي بص ايدي انا انا الكبير انا انا مولاك؟ انت مولايا في ايه؟ مولايا ده اللي يستاهل تقبيل ايد اللي له فضل عليا وفضل عليك والدك والدتك. هم دول اللي لهم فضل صحيح يستاهل تقبيل ايد لكن طب قولوا لي لو كان صاحب الخطاب الديني يستاهل تقبيل ايد عشان هو صاحب خطاب ديني. بالله عليكم الطبيب اللي عمل لك عمليه جراحيه وانقذك من الموت ده ما عملش فضل عليك برضه يستاهل تقبيل ايد ولا السباك اللي نضف لك اللي عن الحوض ولا الحمام اللي كان عامل لك حاجه مش تمام وشقتك بقت غير صحيه جه في لحظه نضفها لك وخضبها لك ده ما عملش فضل لك لو كان التقبيل لصاحب الفضل لا ده اصحاب الفضل كتير اذا اللي هيستاهل التقبيل صحيح ايد بابا وماما عشان ولازم يعني تحطوا الامور في مقاديرها كان قبل فصل قلت لكم برضه ان اليوم السابع كتبت النهارده ان سعد هلالي بيقول فتوى سعد هلالي اثارت جدل ايه فتوى سعد هلالي سعد هلالي عمره ما افتى بفضل الله شوفوا سن دلوقتي 63 سنه يعني على فكره 63 سنه بالميلادي يعني في الهجري فوق ال 66 سنه يعني انا دلوقتي عايش في الوقت الضايع او في وقت بدل الضايع زي ما بيقولوا في, في في نظري انا احساسي انا سيدنا النبي عاش 63 سنه هجريه يعني 59 سنه ميلاديه ولا 60 سنه ميلاديه فانا الى يومي هذا كل ما اقدمه معلومات عمر ما اديت فتوى لان انا معتقد ان اللي يفتي الانسان لنفسه انا وظيفتي نقل معلومات مش وظيفتي افتي وقلت الكلام ده مرارا بس تعمل ايه بقى للفتنه اللي عايزين يعملوا فتنه وبعدين من خلال بقى كده يروحوا رايحين بقى الواحد يقولوا له ايه رايك في فتوى سعدي ليه يجوز الزواج من بنت الزوجه التي لم تعيش في حجر الزوج؟ يقوم يقول لا 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 هذه فتوى شاذه وهذا ياتي بشذوذ وهذا وهب طلع بقى ويشتم ويعمل دخلنا ويروح الثاني ويشتم هوب عمل جو شتيمه وغيبه ونميمه ليه يا يوم سابع؟ حسابنا يوم القيامه حسابنا يوم القيامه بغيبه ونميمه جماعيه ليه؟ طيب قولوا لي بقى الله عليكم خدوا الخبر ده منين؟ خدوا الخبر ده من برنامج هنا في اون ايه تحت عنوان خير سلف وانا باخد صحابي جليل من في كل حلقه. الصحابي ده بالذات قلت فيه معلومات تغيظ اوصياء الدين اقول ايه؟ تغيظ اوصياء الدين. من ضمن المعلومات سيدنا الله بن كنا نتكلم عنه. اول معلومه كانهم ما شافوهاش ولا سمعوهاش بس هي دي بقى اللي بقى بجد يعني. اوصياء الدين متغاظين قوي ليه قلت ان سيدنا علي ابي طالب كان يرى ان الحكم مدني وان التعامل في الخليفه او الحاكم مع الشعب تعامل مدني والدليل على كده ذكرت عده ادله منها انه نقل العاصمه من المدينه المنوره الى الكوفه نقل العاصمه من المدينه المنوره الى فين الى الكوفه فطبعا ده اكبر دليل يقول اه صحيح المدينه المنوره اللي فيها جثمان سيدنا رسول الله اللي كان سيدنا رسول الله بيحكم فيها وبعدين جه ابو بكر حكم فيها ايضا وجه بعد منه عمر حكم فيها وجه بعد منه عثمان بن عفان حكم فيها يجي علي ابن ابي طالب يشيلها يشيل العاصمه من المدينه المنوره الى الكوفه والكوفه ما مش مثلا الى مكه لا الى الكوفه في العراق وده ايه؟ مدينه استحدثت كمان يعني مدينه ما كانش لها وجود اصلا ف لما نقل العاصمة إلى الكوفة ده دليل على أن الحكم مدني ما هوش الحكم ديني وبعدين عكس المدني كهنوتي أنتوا عايزينه كهنوتي وبعدين ذكرت دليل تاني أن هو حارب الخوارج ومحاربته الخوارج دليل اللي رفعوا شعار قال أن الحكم إلا لله إيه الحكم لله طب ما هو يعني أنتوا سرقتوه من ربنا يعني سرقتوه من ربنا وعايزين تنفذوه علينا فحاربهم فده دليل برضو على ان مش من حق حد يقول الحكم لله ويحكمه وينفذه عليا يقول الحكم لله وينفذه على نفسه لكن تقول الحكم لله وتنفذه عليا الله هو انت دخلت الدين عشان تبقى ولي امري ولا ايه انت دخلت الدين عشان ترضى ربنا مش عشان تبقى ولي امري وانا كمان دخلت الدين عشان ارضى ربنا مش عشان اكون ولي امرك لا تقتلني ولا اقتلك لا تشتمني ولا اشتمك لا تهني ولا هينك هو عشان دخلت الدين تقوم انت تلاقيني على غير دينك ولا على غير مذهبك ولا على غير فتوتك تقوم تنزل عليا الله الله, الله هو حكم الدين ده مش لربنا؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد أنت أنت دوست على طرف لما تلاقيني خدت فلوسك أنت دوست على طرف لما تلاقيني اعتديت عليك وشتمتك تقوم تاخد حقك مني أو العكس لكن تدوس على طرف علشان أنا بعبد ربنا ولا اخترت دين يا أخي دخلك إيه في الدين مش ربنا بيقول لكم دينكم ولي دين وبيقول وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق والفتاح العليم لا ده الخطاب الديني الواصل الواسع الاخر ده هو ده اللي يجب يتدبر هو ده اللي يجب ينهى عشان نحترم انسانيتنا عشان كده لما ذكرت ادله ان علي بن ابي طالب اعتبر الحكم مدني غصهم فانا كنت ذكرت ثلاث احكام حكم منهم ده اول واحد ان الحكم مدني ما جوش جنبه. الحكم الثالث اخطر منه والاخ بتاع مجلس النواب اللي عامل حمله شعواء كان يجب يفوق ويفهمها ويتقي الله في المصريين ويحاول يقدم خدمه ويتعلم ودن من طول ودن عجين اللي هو الثالث، الحكم الثالث اللي هو ايه؟ حكم المراه المراه هي الارمل التي مات زوجها وهي حامل. المراه التي مات زوجها وهي حامل. واحده جوزها مات. وهي حامل؟ عدتها بوضع الحمل ولا عدتها بأبعد الأجلين؟ وضع الحمل أو أربع شهور وعشرة أيام؟ أنا عندي آيتين في كتاب الله. آية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وآية تانية وأولاد الأحمال أجلهن يضعن حملهن. آية سورة البقرة والثانية آية في سورة آية الطلاق. طيب أصبح المرأة الحامل اللي مات عنها جوزها يسري عليها آيتين. آية تقول أربع شهور وعشرة أيام وآية تقول بوضع الحمل على كده علي بن ابي طالب قال اذا ناخد ابعد الاجلين وانفرد علي بن ابي طالب باخذ قول ابعد الاجلين يعني لو جوزها مات النهارده وخلفت بكره تصبر وما تتجوزي واحد تاني لحد اربع شهور ايام طيب 10 اربع شهور ايام عدوا وهي لسه حامل تصبر ما تتجوزي حد تاني لحد وضع الحمل اسمه ابعد الاجلين انفرد به علي بن ابي طالب يا استاذ يا عضو مجلس نواب يا اللي عامل حمله شعواء انفرد به على بن ابي طالب واخذ به سحنون من الملكيه جمهور الفقهاء واكثر الصحابه قالوا لا المراه الحامل عدتها بوضع الحمل جوزها مات النهارده وهي اخر النهار ولدت بعد ما ولدت اخر النهار من حقها فورا تتجوز واحد تاني وتعيش معاه خلاص العده خلصت وده اخذ بيه القانون المصري فلما قلت الرأي ده قلت كان مجلس النواب هيسمع الرأي ده ويقول ايه اللي يمنع ان احنا ناخد الرأي ده خاص ب علي بن ابي طالب ونصلح ونعدل قانون نفع الشخصيه ونعتبر ان ونعتبر ان العده بأبعد الاجلين للمرأه التي هي مات زوجها وهي حامل. ده كان ممكن تفع. هو بقى ساب ده وساب ده وراح واخد الحكم الوسطاني، ايه الحكم الوسطاني؟ المرأة نهيبة المرأة اللي جوزها الإنسان وكان لها بنت من زوج آخر وعروسة وعايشة في مكان تاني هي مش ربيبة فتجوز المرأة دي المرأة دي ماتت أو طلقها وفكر يتجوز بنتها اللي هي مش ربيبة ما هيش ما هيش في بيته فهل ممكن يتجوزها ولا لا فقلت قال علي بن أبي طالب مش قال سعد هلالي يا يوم يا سابع قال مين علي بن أبي طالب واخذ بذلك المذهب الظاهري قال علي بن ابي طالب ايوه نعم يجوز لقوله تعالى بعد ما قال حرم عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم قال بعد ما جه في الربائب وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وربائبكم من ايه؟ وربائبكم التي في حجوركم يعني ربنا نص اهو وقال وربائبكم التي في حجوركم يعني تربوا في بيتكم ده قيد ولا مش قيد؟ جمهور الفقهاء قال لا هو قيد بس ما نعملش بيه ليه قد لبيان الواقع وليس قيد للتقييد لكن بن ده بيطالب قال لا ده قيد للتقييد ده راي وده راي انا ذكرت الراي ده وذكرت الراي ده ايه اللي يمنع بقى وبعدين ذكر قصه اللي هو مالك ابن اوس ابن الحدثان كان متجوز واحده وبعدين ماتت وبكى عليها وسيد علي بن ابي طالب قبله قال له مالك زعلان قال له مرتي ماتت قال له يعني انت خلاص يعني قال له ده البيت ده عمري ما يعني بحبه جدا قال له لها بنت قال له اه لها بنت بس في الطائف قال له تتجوزها قال له ازاي اتجوزها وهي ربيبه ده بنت مراتي وربنا بيقول وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فرد قال له ايه؟ قال له ما انت افهم الايه الايه بتقول ايه؟ وربائبكم التي في حجوركم هي كانت في حجرك قال لا دي كانت في الطائف قال طيب مش في حجرك فاصبح رايه راي ورأي اخر طب لما هو رايه راي ورأي اخر ومنسوبين على بن ابي طالب وصحابه وانا بريء منها سعد هلال يتحط في جمله مفيده ليه؟ كفايه كده على اليوم السابع ننتقل بقى إلى أسئلة حضراتكم وكل التحية طبعا أصحاب الأسئلة والمداخلين والأستاذ ناصر أنا بحييه من دبي اللي بيسأل بيقول التبرع من الغش والسرقة هو أنا بس لما قلت إن يجب إن الإنسان يتكلم عن نفسه ما يتكلمش عن غيره ده الواجب يعني إن إحنا ما يصحش أتهم غيري وقعد أحكم على غيري فلان فلان بتزني وبتاخد ما ده؟ اتكلم عن نفسك أنت بتزني؟ اتكلم عن نفسك لو سمحت ما تتكلمش عن غيرك لكن اتهم غيري اتهم غيري ديت كبيره قوي يعني وبعدين ما تسيب الاخ وتسيب الغير ده التهمه دي لها مجال اخر ممكن توجه الشكوى اليه لكن خلينا نتكلم في واحد انا بقى جالي مال حرام استغفر الله يعني افترضوا يعني جالي مال حرام ما اشتغلتش في وظيفه واخدت المكافاه غشيت في لحظه واخدت انا بكلم نفسي المال الغلط اللي عندي ده اعمل فيه ايه؟ المال الغلط ده لازم اتخلص احرقه ما هو لو حرقته هيبقى مهلكه للاخرين طيب ما هو الافضل ان انا اتخلص منه اتخلص منه ازاي اتخلص منه اوديه في سبيل الله اخد اجره بقى ولا عند ربنا كيف خلصت منه النيه دي في حد ذاتها اجمل نيه ان انا المال الغلط اللي انا شايفه غلط بوجهه لسبيل ربنا في اي باب من ابواب الخير إذا هاخد أجر على نيتي، لكن هاخد أجر إن أنا هذا المال مالي؟ لا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبه. أيوه لا يقبل إلا طيبه. لما أقدر أودي الحق لصاحبه، يعني الفلوس اللي عارف إنها ملك فلان. طب الملك فلان ده مش عارف أوصل له، أو لو وصلت له هيبقى فيها دبح حرقاب، طب أعمل إيه؟ يبقى ضرر أخف من ضرر، يبقى أنا أتبرع بيه في سبيل الله. الاخت ليلى من اسكندريه بتقول اللي عندها سؤالين بتقول الوكاله في دفع زكاه الفطر او في افطار الصائم اي عمل خير الوكاله مرهونه بشروط الموكل السيد مش سعد هلالي ولا السيد في اللي هيفتي اما السيد مين في اللي وكلك الله اللي وكلك ده بني ادم وله شروطه بدل ما تساليه نساليه تساليه وتقولي له لو سمحت انت اعطيني وكالة مطلقة اخد حريتي ولا انت اعطيني وكالة مقيدة طيب افترضي ان في احتاجت استفسار هو قالك لك للفقراء قمت انت لقيتي مدين ممكن بدل مد الفقير قد المدين هتساليني ليه؟ ما تسالي صاحب الشأن اللي وكلك ده ده عمل وكاله عمل ايه؟ عمل وكاله محض ملوش علاقه لازم تنفذي عقد الوكاله افترضي هو لما انت سالتيه طبعا لما هتسالي كتير هو هيغلب ما عادش يديكي فلوس تقول يوكلك بيها ليه هيلاقيكي كل شويه سؤال 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 هو اداكي فلوس وقال لك توكل على الله وزعيها في سبيل الله في ابواب الخير ده فطر توكل على الله اعمليه تقومي انت تفهمي بقى كده وتعرفي وتفسري من خلال العرف عايزه استفصال اكتر من كده مش ليه بقى انا طرف ثالث ما ينفعش الطرف الاصيل اللي مع سيادتك وهو اللي وكلك تانطريه وتيجي لطرف ثالث وتقولي له رايك ايه فاحنا لازم عشان كده بنقول نحترم الوكاله ونشوف اتجاه الوكاله ايه ولما تكون صياغه الوكاله عامه بيبقى رحمه ما فيش داعي بقى نسال يعني هو قالك توكلها الله ووزعيها خلاص بقى يعني باب الخير كله التمانية كلهم اخوات بعض السؤال الاخر صلاة الفريضة بعد الاذان اه في راي فقهي بيقول ان ده راي فقهي بس جمهور الفقهاء بيقول لا قبل ما اقول راي فقهي ده هقول لكم جمهور الفقهاء بيقول ايه عشان بس ما حدش يتلخبط الاذان هو المؤذن بيأذن الا اذا دخل وقت الوقت دخل فالمؤذن بيقول الله اكبر اذا من حد صلي لكن في بعض الفقهاء بيقولوا ايه لا ننتظر بعد الاذان للتمكين لايه للتمكين من دخول الوقت كان زمان ما فيش حاجه اسمها توقيت في النتيجة ولا توقيت الفلكي اللي موجود دلوقتي ومعروف الفجر بدنا الساعة كام والظهر بدنا الساعة كام والمغرب بدنا الساعة كام فكان زمان بنقول للمؤذن حط العصايه كده وشوف الظل فالمؤذنين بيختلفوا من بعض البعض فعشان كده بعض الفقهاء قال لك ايه ما تصليش الفريضه الا بعد الاذان وتستنى شويه مقدار التمكين او مقدار الاقامه وخاصة ان بعض الفقهاء يرى ان الاقامة من الواجبات، جمهور الفقهاء بيقول الاذان سنة والاقامة سنة، الاذان انتوا يعني عارفينه الله اكبر الله اكبر الى اخره، والاقامة برضو هي نصف في حكم نصف الاذان، تقيم الصلاة عشان تصلي. بعض الفقهاء بيقولوا انها وجبة لكن اكثر الفقهاء بيقول انها مسنونة، اذا في امكانك تصلي على هذا وفي راي فقهي هيوسوس لك ويقول لك لازم التمكين او لازم من مقدار الاقامة، ده راي وده راي واحنا عايشين باراء مش عايشين بنصوص سماويه حاسمه نصوص السماء هادي دي بتغيظ قوي اوصياء الدين كل لما اقول ان ربنا وصف قرانه بانه هادي ما وصفوش بانه قانون يتنحروا اكتر ويتغاظوا اكتر يقولوا احنا خلاص برمجنا الشعب المصري على ان القران دستورنا وانت جاي تقول لا القران هدينا بقى ربنا يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ما قالش قانون للناس ودستور للناس قال هدى للناس اذا لازم نعيش مع القران بوصفه لنفسه ولا احنا نجيب الوصف من عندنا احنا ومزاجنا احنا يا شعب الرهان عليكم والله الرهان عليكم انتوا اللي هتخلوا اوصياء الدين ينسحبوا انتوا اللي هتخلوا تجار الدين ينسحبوا بوعيكم مش بالضرب ولا بالعنف ولا بالشتيمة هم هم شتمين اه للاسف شتمين وبيشككوا فينا وشككوا في ديننا وكان احنا بندين ربنا عشانهم احنا بندين ربنا عشان خاطر ربنا مش عشان خاطرهم هم دخلوهم ايه المهم اذا اه ال... كنا هنسمع الراي ورأي الاخر فلازم نستوعب ون... ونفوت لمن يشككنا في انفسنا الاخ ابراهيم من دبي بيقول رخصه السفر اه اللي هي في رمضان احيانا وقبل بعد وقبل فجر احيانا ايه ايه الموضوع ده انا كنت عملت هنا في اون إيه في برنامج وين افتوك ثلاث حلقات خاصه في الصوم في امكانه انه يوصل لهم جماعه كل الاحكام دي وذكرت فيها القولين اللي هذكرهم لحضراتكم دلوقتي السلف الصالح وبعض الصحابه كمان من السلف سويد بن غفله يعني علي بن ابي طالب وبعض الصحابه وبعض السلف منهم سويد بن غفله قالوا مش من حق احد دخل عليه رمضان يسافر ويدعي انه هيفطر لو هيسافر طالما وجب عليه رمضان وهو في بلده اذا لو سافر في اي يوم من ايام رمضان ولا يترخص بالفطر رأيه كده بيقول لو انت سافرت في رمضان يبقى انت بتتهرب من اداء الصيام رأيه كده جمهور الفقهاء بيقول لا والدليل حديث جابر سيدنا النبي لما سافر في رمضان ووصل الى كان في الحج او عفوا كان في العمره ثم لما قالوا له ان الناس بلغوا بها فبعض الصحابه تمسك بصيامه فسيدنا قال عليهم اولئك العصاه اولئك العصاه ف بيقول لك انت من حقك تسافر في اي يوم في رمضان سفر من اي من اخر وعلي بن ابي طالب وبعض الصحابه وبعض السلف قالوا لا اللي دخل عليه رمضان ممنوع يفطر حتى لو سافر لازم يصوم ليه عليه الشهر وده دخل يبقى اي يوم سفر في اثناء الشهر لازم يصومه تعالوا بقى السؤال بتاعه سيادته طيب لو انا خدت بمذهب الجمهور وهفطر حقك حقك بمذهب الجمهور انك تفطر في لو سافرت في اي يوم في رمضان طيب لا ينفع تسافر بعد اذان الفجر وانت ناوي صيام ولا لازم تسافر قبل اذان الفجر وتخرج من بلدك قبل اذان الفجر؟ المذهب الحنبلي قال لك يا اخي سافر في اي وقت يا اخي. عايز تسافر بعد الفجر سافر، تسافر الضحى سافر، تسافر الظهر سافر, سافر, سافر، تسافر العصر سافر. المذهب الحنبلي قال كده. وقال ومن كان مريضا او على سفر فاعده من ايام الاخر، ربنا ما ايدهاش. لكن باقي الفقهاء جمهور الفقهاء قال لا. لو انت لو انت سافرت قبل اذان الفجر يبقى من حقك تفطر لكن لو انت سافرت بعد اذان الفجر وكان واجب عليك تصوم ازاي تصوم وتفطر عشان السفر ده راي وده راي على فكره مش ملاحظين ان كلها اجتهاد فقهيه؟ كلها اجتهاد فقهيه فسيادتك اه السفر بعد اذان الفجر المذهب الحنبلي قال لك وماله افطر براحتك والمذهب الحنفية والملكية والشافعية قالوا لا إذا كنت نويت والفجر جدا عليك وانت صايم كمل ولا تبطلوا أعمالكم تفاوت العطايا للأبناء بيقول أنا عملت لأحد أبنائي شيء وابن التاني ما عملت شيء تاني فهل ده عدل أنت سيادتك مسؤول في زمنك وفي يومك انت شايف العدل بالمناسبة العدل معيار زي قول بتربيتهم وتنشئتهم. خلصت تربيتهم وتنشئتهم دي مسؤوليتك الـ الـ الاساسيه. بعد لما يستقلوا اي عطيه من الابوات بعد سن الاستقلال منحه. اي عطيه للابناء بعد منحه. يعني مش واجب عليهم، هو واجب عليه لما اوقفك على رجليك، سيبتك وقفت على رجليك، عايز ايه تاني؟ تقوم تقول لابويا غني يديني، اه يديك اه من اخلاقه. مش يديك وانت بتضربه يعني هو مسؤول بالانفاق على سيادتك لما ربنا قال والوالدات لمن من اراد ان يتم الرضاعه وعلى الموهن بالمعروف لا تكلف نفسا الا وسعها لا تضار ولدها ولا موهن له بولده وعلى الوارث انت عجينه صغيره صرف عليك لحد ما وقفت على رجليك وخدت الشهاده وخلاص بتقدر تشتغل ووصلت سن الرشد، عايز ايه تاني اكتر من كده؟ العطيه دي بقى منحه. طيب لما هو بقى الاب بيجي يدي منحه، هل من حقه ولا لازم زي ماده ده المنحه يدي ده؟ الجمهور بيقول دي لمن تريد ما تريد بحسب قناعتك وحسب تقديرك لان ده عطيه منحه مش واجب والذي يمنح حر. المذهب الحنبلي والمذهب الظهري قال لا انت ملتزم بالتسويه زي ما اديت المنحه 5% اديله 5% اديت ده منحه شقه ادي منحه شقه ده راي وده راي استنادا لحديث النعمان بن بشير في صحيحين روى بعده روايات ان هو ادى الابو يعني اللي هو بشير ادى الابن النعمان عطيه فراح اسمها عمرو بن رواحه قالت له انت عطيت لابني عطيه من غير ما تدي بيت ولادك طيب انا مش هقبل عطيه هي بقى شفت ادي الام الام اللي بتقول الأم مع ابنها كان ممكن تبقى فرحانه قالت له لا فين بيت ولادي روح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقول له دي عطيه صح ولا غلط فالراجل راح لسيدنا النبي وقال له ان انا اديت لابن النعمان عطيه وامه عمرو بن مش هنقبل العطيه دي الا اذا انت اشهدت على سيدنا رسول الله فسيدنا رسول الله بيقول له الك ولد سائر هذا قال له اه طبعا قال له اعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال له لا. قال له اذهب فاشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور وفي روايه اذهب فاردده، فاصبح الروايه اللي بتقول فاردده المذهب الحنبلي والظاهري قال اذا لازم التسويه، والمذهب التاني وجمهور الفقهاء قال اشهد على هذا غيري دليل على ان اه يجوز بس انا مش عايز اتدخل في المسائل دي، بدل ما حد يزعل مني لا مش عايز اتدخل بس يجوز. ده مذهب جمهور الفقهاء، فاصبح ده راي وده راي، وبعدين انا شايف ان الاب يعني بيعمل اللي عليه ومش عايز ترهقوا نفسكم يا اباء بفتاوى تخليكم عايشين محتارين، لان ده الفتاوى دي هتخليكم ما تعملوش خير اصلا. يا اخي لما انت تزرع في احد ابنائك وتقف جنب احد ابنائك الخير ادعي ربنا ان ابنك ده يقف جنب بقية اخواته لو انت ما قدرتش تكمل الجميل مع بقية اخواته، عايزين العمل يبقى فيه نوع من التراحم كده ونوع من التآلف والتواد ما يبقاش المسأله فيها شك تعمل خير وتاخد ذنب. ديني خلى الاباء يعملوا ايه؟ يجي يقف جنب ابنه يعمل له شقه ويسمع فاته يقول له حرام دي شقه ثانيه لابنك الثاني، طب انا مش قادر، ابني دلوقتي عايز يتجوز، اقف جنبه ولا ما اقفش جنبه؟ الخطاب لا ممنوع اه لو احنا تعرفت بقى الرايين نقي بقى الراي اللي يعجبك واحسم قرارك ما تخلينيش انا بقى ولي امرك واقول وخليك تعيش في الوسواس الاخ خالد من الجيزه بيقول شهادات الاستثمار او شهادات الودائع له عنده شهادات في البنك ما حكم الزكاه فيها دي بقى فيها اربع رافقين دي فيها كم راي اربع رفقي بس انا عايز اجاوب اول على سؤاله الثاني لما بيقول له بنت صغيره وهتطلع قرشين في البنك علشان لما تكبر يبقى ده شوارها بالله عليكم ان دي حلوه ولا وحشه بالله عليكم ده معروف ولا ده غير معروف يعني شيء يبقى يحسب للاب انه قلقان على بنته لما نفسه بنته تبقى مسطوره ما تمدش ايدها لحد فعمل لها قرشين في البنك ده يشكر طيب الاب لما عمل قرشين لبنته في البنك وقال لها ان انت لما هتكبر يبقى القرشين دول طبعا هيبقوا في يوم من الايام نوايا مش هيبقوا في يوم من الايام هيكفوها لا ده ممكن هتحتاج عليه اضعاف مضاعفه فهل عليه زكاه ولا مش عليه زكاه؟ انا بقول للاب انت كده ملكت بنتك ولا ما ملكتهاش؟ مش انت حطيت الفلوس في حسابها؟ يعني انت ملكتها؟ ما دام ملكتها اصبح المال ده ملك مين؟ ملك انسانه صغيره قاصره هل القاصر عليه زكاه ولا ليس عليه زكاه؟ رايين فقهيين. مره تانية هل القاصر الصغير الطفل عليه صلاه؟ الكل بيقول لا ليس عليه صلاه، الصلاه دي سنه. وان كان المذهب الحنبلي بيقول سن التمييز تجب، لكن جمهور الفقهاء بيقول لا تجب الصلاه الا بسن التكليف. طيب اذا لما كان ما فيش عليه صلاه فالمذهب الحنفي بيقول اذا ليس عليه زكاه، لان الزكاه اخت الصلاه. واضح مذهب ابو حنيفه المذاهب الثلاثه بقى تانيين والاربعه عشان دخل معاهم الظهريه الملكيه والشافعيه والحنابله والظهريه قالوا لا العبره بالمال وليس بمالك المال المال بلغ النصاب تجب فيه الزكاه النصاب طبعا مختلف فيه لكن هناخد هذكر بس على سبيل المثال وليس على سبيل البيان ان النصاب بالذهب 85 جرام في حوالي 70 80 او 90 الف تقريبا يعني ده على النصاب بس في على فكره رأي الحسن البصري الضعف ورأي الكثير من الصحابه وكثير من التابعين العبرة بالنصاب الفضة ونصاب الفضة 200 درهم و200 درهم 600 جرام يعني تقريبا 12000 جنيه فإذا عندكم نصاب بالفضة 12000 وعندكم نصاب بالذهب 70 80000 او الضعف 140000 فما فوق ثلاث آراء فقهية نقي منهم اللي تختاره عارف ليه تختاره؟ لأن كل رأي فقهي قال بيه أستاذ الأساتذة أستاذ جيلنا كله يعني اللي قال ضعف ال 85 جرام الحسن البصري، قولوا بالله عليكم لو حسن البصري النهارده كان عايش على وجه الارض وشفناه. هنحترمه ولا هنهينه ونقول له قولك شاذ يا حسن؟ قولوا مين هل يطلع راي فقهي ولا الاخ بتاع مجلس النواب هيقول ده رايك شاذ يا حسن؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شفتوا بقى كل راي من دول قال بيه اسم كبير قوي. فاصبح في امكانك تختار الراي زي ما سيدنا النبي قال لك، النبي اللي ادالك الحق ده اوعى حد ينزع منك الحق ده، استفتي نفسك، استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك، امتى ما تستفتيش قلبك؟ لما يكون سيادتك اشتركت مع المجتمع عضو مواطن يعني واتفقتوا على قانون، القانون اللي طلع فيك يا بلد وانت مواطن فيها ممنوع الفتوى ضد القانون، الفتوى ضد القانون يبقى انتهاك للاتفاق وخيانه للامانه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون بقى انت تكون مواطن وتبقى عضو في الدوله مواطن في الدوله وقانون صدر في الدوله بطريقه نظاميه وتخونه ولا تطلع فتوى تعكسه ده عشان كده بطالب مجلس النواب انه يطلع قانون بتجريم الفتوى التي تخالف القانون مش بدل ما يطلع لي قانون ويقول حق الفتوى العامه الاربع جهات بدل ما تقول حق الفتوى انت كده هتشرع لو انت طلعت لي القانون بتاعك ده اللي انت ناوي تعمله وتقول حق الفتوى العامه الاربع جهات ده انت كده كانك بتقول انا كلمتي تمشي على المصريين ايه الاربع جهات دول كلمتهم تمشي عليا يا سبحان الله دمرت نفسك يا مجلس نواب بالقانون ده لما تقول ان حق الفتوى العامه لاربع جهات كانك بتقول قانون يمشي على الكل الا الاربع جهات دول حقهم يفتوا فتوى عامه بما يريدون طب قيدها وقول الفتوى العامه التي لا تخالف القانون وقول اربع جهات حقها تقول فتوى عامه بس بشرط ان الفتوى العامه اللي يطلع منها لا تخالف القانون والا يبقى انت مكنت جهه من الاربع جهات اللي انت نصيت عليها انها تعمل فتنه في المجتمع وتطلع فتوى تخالف القانون وكده بقى عملنا زي ما احنا عايشين في الباطل ان عندنا حكم شرعي وحكم وضعي حكم الشرعي الفتوى الدينية والحكم الوضعي القانون لا لا الفتوى وضعية والله والله العظيم يا شعب مصر والله يا كل المشاهدين والمشاهدات على مستوى العالم اقسم بالله اكبر واعظم فتوى وضعية من وضع صاحبها ابو حنيفة لما قدم رأيه الفقهي قال هذا ما قدمناه رأي الامام الشافعي لما قدم اجتهاده قال ما قلناه قول صواب يحتمل الخطا او خطا يحتمل الصواب امال الصواب فين يا شعب اختاروا انتوا عايزينه اللي تختاروه يبقى هو القانون اللي تختاروه يا شعب بقى قانون يبقى القانون اللي اخترناه اصبح وضعي اللي هو يعتبر شرعي والفتوى الوضعية الفردية بقت شرعية قلبنا الهرم عشان كده ضيعين لازم عشان ما نضعش نقول لاصحاب الخطاب الديني ان كل اللي بتقولوه اراء اه تحترم مش اراء معناها اهانه لا استغفر الله الراي يحترم بس انا حر اقبل الراي ده واقبل الراي ده لكن القانون اه ده اتفاق مجتمعي يبقى يلزم وممنوع واحد من اصحاب الخطاب الديني يقول فتوى او راي يخالف القانون هو من حقه يطالب بتعديل القانون اه حقه لكن مش من حقه يفتي بعكسه ويقول القانون ده غير شرعي وانا الشرعي يخرب اقول ايه يخرب مين يخرب الفكر ده الفكر ده غلط لازم نصح نعيد تاني فهمنا المهم لما هي الاخت الصغيره دي حطت هو حط لها القرشين بتوعها في البنك فهل على الصغير زكاه او ليس عليه زكاه؟ المذهب الحنفي قال ليس عليه زكاه رفع القلم عن ثلاثه جمهور الفقهاء قال لا فيها زكاه ولي امرها يزكي اخر السنه هذا رايين في كمان راي ثالث اللي هو بعض الشافعيه قالوا نسيب فلوسها للسوق الصغير لحد ما يكبر وهو صاحب القرار يزكي عما مضى او لا يزكي ده حكم زكاه مال الصغير او الصغيره طيب خلينا نتكلم بقى حكم الوديعه سيبنا دي بقى وننتقل لحكم الوديعه اللي هو سؤال اولاني شهاده الودائع اربع رافقيه حضرتك طلعت من المعاش واخدت مكافاه نهايه الخدمه حاطهم في البنك علشان يعني يساعدوا معاشك تكاليف الفلوس المعيشه كتير والاسعار بترتفع شيء طبيعي وسنة الحياة وعهد النبي كان كده في سنن الترمذي صحيح عن انس غلى السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا قالوا له يا رسول الله التجار رفعوا الاسعار سعر لنا فقال ان الله هو القابض الباسط والمسعر واني لارجو ان القى الله عز وجل وليس احد يطالبني بظلامه وامتنع عن التسعير امتناع عن التسعير تحريم لتسعير ولا امتنع ولو انتوا احتجتوا لتسعير سعرهم بس انا ما دخلش باعتباري نبي علشان ما حدش يقول ده حكم ديني رايا فقهيا اذا حقنا نسعر او ما نسعرش انتم اعلم, أعلم بشؤون دنياكم الاربع اراء الفقهيه اللي هذكرهم لحضراتكم دول في حكم الوديعه انت خدت فلوسك من نهايه المكافاه الخدمه او ادخرت قرشين وحطيتهم لغرض ما يبقى اذا انا بقول لك انت وضعت وديعه لغرض ما اسمها وقفيه انا بفسر يعني ايه وقف وقف يعني حبس سيادتك حطيت القرشين دول حبس عشان شوار بنتك سيادتك حطيت القرشين دول علشان بتكمل عليهم وهتشتري شقه سيادتك حطيت القرشين دول عشان بتكمل عليهم عشان تحط مهرك باعتبارك عريس وبتكون نفسك اذا عندك غرض ولا عندكش غرض سيادتك حطيت القرشين دول في البنك علشان تاخد ريعهم وتصرف عليهم والمبلغ ده اللي انت حطه في البنك غالي عليك ده اسمها مال وقفيه ما هو المال الوقف؟ هو المال المودع وغالي عند صاحبه يعني لو جه واحد صاحبه وحبيبه قوي ولا قريبه قوي وطلب منه يفك الوديعه دي يقول له انسى الا دي معناها ان الوديعه غاليه على مين؟ على صاحبها فطالما الوديعه غاليه على صاحبها تبقى مال وقف المال الوقف ده حكم زكاته ايه؟ خدوا بقى الاربع اقوال فقهيه القول الاول قال به قياس مذهب الجمهور وهو تجب الزكاه 2.5% على رأس المال. القول الثاني قياس مذهب أبي حنيفه، أنا ما قلتش مذهب الجمهور ولا قلت مذهب وحنيفة. حنيفه، قلت قياس يعني اسمه تخريج، تخريج على مذهب الجمهور وتخريج على مذهب أبي حنيفه. تخريج على مذهب الجمهور إنك هتزكي رأس المال 2.5% <applause> عفواً، وتخريج على مذهب أبو حنيفه هتخرج الزكاه 2.5% على رأس المال وربحه على رأس المال وربحه ده رأي فقهي ما تخافش منه الرأي الفقهي اللي تسمعه ويقلقك انتقل لرأي تاني يا أخي ببساطة الرأي التالت قال بيه الدكتور علي جمعة ونسبه للشيخ عبد الله المشد لكن أنا فتشت ولم أصل هو أصدق مني في بيقول إنه منسوب للشيخ عبد الله المشد عليه رحمة الله إن الوديعة دي ريعها يزكيه عشرة في المية الريع ده يزكيه عشرة في المية لكن رأس المال ما يزكوش الرأي الرابع اللي انا قلته من 2008 في الفضائية المصرية وكررته عشرات المرات في كل لقاء لما تيجي مناسبة الرأي ده وعايزكم تراجعوه علشان تطمنوا عليه وتبقوا آمنين هو قول نصف فقهاء الحنفية ووجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة قالوا المال الموقوف لا زكاة فيه المال الموقوف حتى على النفس اه يجوز الوقف على النفس عند جمهور الفقهاء الا المالكيه قالوا لا يجوز الوقف على النفس لكن الوقف على النفس يجوز عند جمهور الفقهاء سواء وقفت على ابنك اه لو وقفت على بنتك باجماع الفقهاء يجوز لو وقفت على غيرك باجماع الفقهاء يجوز لكن هل يجوز ان تقف على نفسك وتقول القرشين دول في البنك عشان اخد ريعهم اصرفهم عليا في اثناء الشهر ودوايا واكل وشربي وتوسعه حياتي الجمهور بيقول اه يجوز، المذهب المالكي بيقول لا يجوز. طيب المال الوقف فيه زكاه؟ وجه عند الشافعيه ونصف فقهاء الحنفيه وروايه عند الحنبلة لا زكاه فيه، ليه؟ قال لانه لي مال ناقص الملكيه، مين ناقص ملكيته؟ صاحبه، صاحبه قرر ان المال ده حبس. يوم ما يفك الوديعه يبقى يزكيها عن اخر سنه او عن السنه اللي تليها، عن اخر سنه على راي وعن السنه اللي باعتبار انه ادخرها بعد فك الوديعه سنه بعد ذلك، دي اربع رافقيه. <applause> <applause> عفوا السيد بتاع سوهاج انا وقعدته اقول له حاجه في صلاه الجمعه. صلاه الجمعه هو بيقول ان في واحد بدون صنايع ومعاه شهاده ايه وبعدين اخذ اذ تصريح من الاوقاف يخطب الجمعه. الاوقاف يعني محتاجه عندها مساجد وعايزه تسد. فعشان كده اه تفتح المجال وتقول اللي عنده هوايه مين ويتم لجنه وضبطه وهي طالع يقول خطبه الجمعه يعني اه كلمتين وما هوش امام مسجد ده هو بيؤدي خطبه الجمعه والسلام اقسم لكم بالله لو الشعب المصري تفقه او كل المشاهدين تفقهم في حكم صلاه الجمعه بالله العظيم ما احنا محتاجين خطيب مخصوص وهنخلي الخطيب المخصوص ده استاذ يعلمنا بمعنى ايه بمعنى ان ما يبقاش في وظيفه خطيب اما تبقى وظيفه ايه وظيفه معلم وخطبه الجمعه دي تبقى زيها زي الصلاه قولوا بالله عليكم لما بتحبوا تصلوا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء بالله عليكم لازم امام المسجد يصلي بيكم امام ولا انتوا منكم فيكم بتجيبوا امام ويصلي مره تانية انت في شغلك انت مع اصحابك انت في رحله قررتوا تصلوا الظهر جماعه ها بتروحوا تدوروا لنا على شيخ يصلي بيكم الظهر جماعه ولا واحد منكم بيتقدم ويصلي الظهر جماعة يبقى امام لو انتوا تفقهتوا بقى هتقولوا في امكاننا نعمل كده في خطبه الجمعه والله في امكانكم تعملوا كده في خطبه الجمعه اسمعوا ربنا بيقول ايه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا الى ذكر الله ولا الى سماع العلم فاسعوا الى ذكر الله تفسير ذكر الله انا محدث نعمه فصلها لكم مره ثانيه انا محدث نعمه فصلها لكم؟ لا خدوا بقى التفسير قال الامام ابو حنيفه جمله ذكر واحده يعني لو طلع الخطيب بيقول الحمد لله او لا اله الا الله او الله اكبر يلا نصلي اقم الصلاه صحت خطبة الجمعة عند ابي حنيفة عند مذهب مالك جملتين اتقوا الله فيما امر وانتهوا عنه في وانتهوا عما نهى وزجر صح اقم الصلاة صح على مذهب مالك وعلى مذهب ابو حنيفة على مذهب الشافعية والحنبلة خمس كلمات الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعدين ذكر ايه قرانيه او حديث والدعاء للمؤمنين والمؤمنات وكلمه اتقوا الله بس انتهى خمس كلمات ويلا نصلي اه لو الشعب تفقه ان خطبه الجمعه مش محتاجه غير كده نوفر خطيب الجمعه يعلمنا بقى يعني يعلمنا يعني يقول لنا اه والله شوفوا بقى نواقض الوضوء ايه شوفوا بقى الاقوال الفقهاء في مبطلات الوضوء ايه في مبطلات الصلاه ايه يعلمنا لكن يطلع نخلي خطبة عصماء وعشان كده بيتم استخدام الخطب في المواقف السياسية معلش هو وقت غرس وقالوا لنا في حديث بيقول لا يرد القدر إلا الدعاء ده الأخت داليا وبعدين بتقول إن الوصية الغير مكتوبة دي أنا أنا لا أعترف إلا بشيء مكتوب، والشيء المكتوب هو الحاكم وبدل ما تستقوي بالفتوى استقوي بالحكم القضاء، لكن لو إن ما تمش التوثيق يبقى ما فيش أمامنا غير المعاملة الأخلاقية أو القضاء. الكفارة قلنا خلاص خلصناها، خلاص وفاء اللي بتقول عندها يتيمة مج آه جمع تبرعات آه لها يعني يا رب يكتب لها الخير وبنشكرها على شعورها الطيب مع إحدى اليتيمات وكمان بنشكر كل المشاهدين ومشاهدات كل واحد منكم لو يشوف في أسرته حد محتاج ويلم الأسرة لخدمة المحتاج ده ولا في العمارة نشوف حد محتاج ونلم أهل العمارة لخدمة المحتاج ده هيبقى نوع من التكافل والتراحم مثل من في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بسائر الحمام بشكر حضراتكم طبعاً على حسن الاستماع وانك تقبلتوني من غير استاذ عمرو اديب وكل التحيه استاذ عمرو اديب في مكانه الان ان شاء الله نلتقي معه قريبا ونشوفكم وانتم في احسن حال